في الموضوع ده يعني يعني في مدارس كتير الموضوع بيبقى صعب ان انت لو عندك حاجة تقدر يعني توزن الموضوع، بس لا يعني مدرستي الحمد لله هم كانوا يعني عارفين ان انا ان شاء الله في يوم من الايام هبقى حاجه يعني كويسه في الكوره، ف يعني بشكرهم طبعا ان هم ساعدوني ان انا اقدر اوصل يعني في الوقت وانا صغير ده لما بيكون في لعيب بيلعب كوره هم مش فاهمين لسه، كان مش مستوعبين. مش مستوعبين يعني تطلع تمارين عادي وبتيجي بس يعني الحمد لله لما كبرت ولما شافوني بلعب في المنتخب يعني دي كانت حاجه بسطهم جدا، وانا يعني بشكرهم على كل الحاجات اللي عملوها لي يعني في ايام المدرسه. اللغه الفرنسيه طبعا يعني هتفرق معاك كمان في النادي الاهلي، معاك ريني فايلر بيتكلم كمان فرنساوي، اكيد اللغه يعني مهمه جدا. اكيد طبعا يعني، وفي اكتر من لعيب حتى في النادي الاهلي بيتكلموا فرنساوي، فرنساوي هي بتبقى حاجه مهمه طبعا يعني، اي لعيب لو عنده الحته دي بتفرق معاه جامد، يا اما اتعامل مع مدرب يا اما لو سافر تجربه بره بيكون عارف يعيش ازاي، فدي بتبقى تفرق حاجات كلها طبعا. بتفرق طبعا. طب اول جمله هتقولها لريني فايلر بالفرنساوي اول ما هتقابله يعني مع اول تمرينه ليك في ملعب مختار والله التتش؟ لسه ما فكر يعني، لا لسه، لا ما انت لازم تقول لنا دلوقتي. والله لسه مش عارف يعني، لازم تفكر. لسه مش عارف والله يعني، في اكتر من كلمه ممكن اقولها له بس لسه مش طب عارف. قول لنا كلمتين ثلاثه بس، يعني أول جملة هتقولها أو أول كلمات هتقولها ريني فايلر في استقباله يعني في الأول، أو هو هيستقبلك في الأول. هو لو انا اول ما اشوف طبعا هقول له سالي مستر فايلر كومو سافا، يعني دي طبعا يعني حاجات تحية. تحية يعني زي حضرتك و جو سوي كونتون دات افيك فو، ان انا فخور يعني انا مبسوط ان انا موجود معاكم. طب تقول لنا بقى، انا طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي باللغة الفرنسية. جو مابيل تاير محمد جو سوي لو نوفو جوار دو اهلي كلوب. كده احنا تعاقدنا مع لاعب من فرنسا مش مصر. كابتن طاهر يعني عايزين نروح